السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. باشمهندس مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك باشمهندس مصطفى، هو واحد مثلا شغال في مكتب تحفيظ قرآن، طيب ومعظم اللي بيحفظوا انا هي صغيرين هي في السن، ولو في واحدة مثلا جت بلغة يعني نشان المكتب ولا يسيبها، علما بان يعني هي معظم اللي بيحفظوا في البلد مثلا هي رجال، بالتالي بان يعني مفيش نساء وكده يعني. انت كم عمرك؟ انا 20 سنة. والبنت كام اللي جاية تحفظ عندك؟ ممكن 13 14 فتنة عليك يا ابني، ابتعد يعني، عنها، يعني فاهم ابتعد عنها دي الفتاة، ابتعد. انا شايف المكتب افضل. ها؟ خلي زوجت اختك تدرس البنات وانت تدرس البنين. بس المشكلة في معظم في البلد عندنا مفيش حد بيدرس النساء، بتالي يعني بيبدأ يا يتحفظوا. حبيبي انا خايف عليك، انت 20 سنة والبنت 13 14 سنة، اخشى عليك يا ابني، ابتعد. الله طب يسلمك. والمدرسين اللي هما بيدرسوا للنساء دول قسمولهم عليهم ايه؟ ها؟ المدرسين اللي بيدرسوا للنساء بيدرسوا خصوصية يعني للنساء وكده يعني، لا يعني بس تختلف شوية عنك يعني. الله يسلمك. الله يبارك فيك. سلام.